بكم في الجولة الثانية من تصفية كأس آسيا. يلعب غدا الجمعة الصين والعراق وماليزيا واليمن والإمارات وأوزبكستان ولبنان وتايلاند والبحرين تستضيف قطر. يوم السبت مباراة وحيدة تستضيف فيها إندونيسيا السعودية، ويوم الثلاثاء الكويت تلعب إيران في الكويت. أما عن آخر أخبار معسكر المنتخب السعودي، فقد استرعت توجيهات مساعد مدرب المنتخب السعودي انتباه الزميل بلال الأنصاري، فقرر تسليط كاميرته على ماذا يفعل هذا الرجل فقط طوال مدة تغطيته للمران. نتابع. إصابة شايع شراحيلي وعبد الله صديري أيضا في المنتخب، عبد الله أمس وشراحيلي اليوم زي ما تابعته. العربية كانت حاضرة وصورت. ومن ماليزيا الآن لآخر التفاصيل يلتحق بنا محمد فضل الله مفد العربية إلى جانب الزميل بلال أنصاري. محمد أهلا بك معنا، يعني تطمين شو اللي صاير على صديري وشراحيلي؟ كنت أنت من الإعلاميين القلة الموجودين في الميران. نعم، بالنسبة لعبد الله السديري بالتالي يعني تأكد غياب الحارس بسبب هناك إصابة طفيفة في الأصبع، ولكنها تحتاج إلى راحة يبدو ما بين أسبوع إلى أسبوعين. نعم. لذلك لم يستطيع أن يشارك في هذه البطولة أو في هذه المباراة. أيضا اليوم فقط أصيب كما شاهدتم منكم على الصور. نعم. اللاعب شراحيلي، شايع شراحيلي، يعني يبدو أن هناك تمزق أو رضوض في أربطة الفخذ العليا مع أربطة الركبة، يمكن
ولكن نتيجة الفحوصات بالنسبة لشراحيلي ستتضح أكثر صباح الغد على حسب ما سمعنا من المعسكر ومن المنسق العام للمنتخب. نعم طبعا تم استدعاء عبد الله معيوف حارس النادي الأهلي بديل السديري، لكن شايع شراحيلي ما أعتقد أنه تم استدعاء أحد حتى الآن، وربما لا يتم حتى محمد النتيجة لأنه تظهر في الصباح. نعم جميل. طيب محمد، يعني أجواء المعسكر، التمرين التكتيكي، نقلت لنا أمس أنه كان في تركيز على الجانب الهجومي، اليوم إيش كان التركيز عليه؟ تقريبا نفس الشيء، ويمكن تسمع هذا في تصاريح اللاعبين، يعني أنه في المدرب يحاول أكثر أن يشدد على الناحية الهجومية، يحاول أن ينهي المباراة في أسرع وقت ممكن. كان هناك تركيز عام وشديد على الضربات الحرة المباشرة من خارج منطقة الجزاء، ايضا تسديدات على الحارس من خارج المنطقه ومن داخل المنطقه. ركز ايضا في نهايه التمرين على كثير من العكسيات والكرات العاليه المرفوعه من رأية الزاويه. بعض اللاعبين منهم يوسف السالم يعني اكد انه هناك خطه هجوميه وستتضح اكثر في يوم المباراه بالذات. ايش اللي لفت انتباهكم وخلاكم اليوم ما تصورون التمرين وتصورون مساعد المدرب بس؟ يعني بصراحه كنا نستعجب، لفت انتباهنا لانه اكثر شخص كان صوته عالي وسط الكل، وكان يحاول ان يشجع جميع اللاعبين، وبعد شويه انتبهنا انه يتحدث باكثر من لغه، يعني اسبانيه مره، انجليزيه مره، يدخل الكلمات العربيه، فلفت انتباهنا وبدأنا نصور فيه، فيبدو بالتالي انه يعني بعض الاسلاك التواصل عنده تداخلت في بعضها جميعا في هذا التدريب. طيب على اي حال هي اصطياد يعني جميل منك انت وبلال الانصاري، شكرا جزيلا محمد فضل، شكرا زميل بلال الانصاري الى جوارك ايضا مفدى العربيه الى ماليزيا، سيكون في جاكرتا غدا، سيكون معنا في النشرات الخميس والجمعه والسبت يوم المباراة، وتغطية في الأسبوع الجاي أيضا بيكونون معنا. الفريق الأندونيسي الذي سيواجه السعودية السبت بعد غد يعيش نهضة كروية منذ 4 أعوام وتزيد، وخلق التوجه الجديد في الاتحاد الأندونيسي التوجه إلى تجنيس اللاعبين الأوروبيين لونا مختلفا لمنتخب بلاد الجزر المتناثرة. معين السواري يقرأ في قائمة الفريق الأحمر قبل مواجهة الأخضر. ثمانية 28 لاعبا تم استدعاؤهم للإعداد لمواجهة الضيف القادم من الطرف الغربي للقارة الآسيوية. التشكيلة الأندونيسية اختلفت كثيرا عن التي واجهت العراق في دبي في الجولة الأولى، وأيا كانت التشكيلة النهائية التي ستدخل مباراة جاكرتا فإن الفريق يعول على الأسماء المختارة في الحفاظ على حظوظه في المجموعة بعد خسارته الأولى أمام العراق، وخاصة لاعبيه أصحاب الأصول الأجنبية. ولتجنيس اللاعبين في الجزر الأندونيسية حكاية بدأت قبل عدة أعوام، ورأى فيها النمساوي ألفريد ريدل المدرب السابق للمنتخب إحدى طرق رفع حدة التنافس بين اللاعبين، فلجأ يومها مع اتحاد الكرة إلى البحث عن لاعبين من أصول أندونيسية ممن خضعوا لإعداد جيد في بطولات أجنبية، وكان التركيز الأكبر على هولندا، فانضم للفريق لاعبون أمثال سيرخيو فانديك ورافائيل ماتيمو الذي حصل على الجنسية الأندونيسية في نوفمبر من العام الماضي، وقد يواجه السعودية السبت. المباراة من المنتظر أن تعرف تسجيل الظهور الأول لمهاجم فريق أريما غريغ نواكولو النيجيري الأصل والذي حصل على الجنسية الأندونيسية عام 2011، ويبدو أن مباراة السعودية ستكون الفرصة الأولى له للدفاع عن ألوان بلده الجديد إذا ما شارك إلى جانب مهاجمين يعتمد عليهم الفريق أمثال أنديك فيرمانسيا أو الجناح الأخطر بواز سولوسا. المنتخب الأندونيسي يعتمد في غالبيته على تشكيلة من اللاعبين المشاركين في الدوري المحلي، ويبقى عرفان باتشديم لاعب تشامبوري التايلاندي الذي وصل معه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي الموسم الماضي أبرز اللاعبين الذين يحملون لواء كرة بلاده خارج آلاف الجزر الأندونيسية. معين السواري، العربية. بكل هذه المعلومات اتجه الى الرياض، ويلتحق بي من هناك دكتور تركي العواد لاعب كره القدم السابق. دكتور اهلا بك معنا. السعوديين في السعوديه مستهينين بالمنتخب الاندونيسي، والاندونيسيين قاعدين يشتغلون بهدوء وربما يفاجئون السعوديين يوم السبت. واحده من هذه المفاجات اللاعبين المجنسين، كيف تعلق؟
طبعا شوف بكل بساطة يعني منتخب الأندونيسي أقل بكثير من المنتخب السعودي، وهذا شيء شاهدناه في تصفيات كأس العالم 2014 وتذيل المنتخب الأندونيسي بدون أي نقطة في التصفيات، مع أنه مجموعته ما كانت مجموعة قوية مع إيران والبحرين وقطر. يعني حتى مباراة الماضية مع العراق قدم مستوى جدا جدا سيء، رغم أنه خسر 1-0 إلا أنه المباراة المفروض أنها تكون 4 أو 5 لولا يعني استعجال المنتخب العراقي. يعني أنا أعتقد أنه المباراة اللي شفناها بين المنتخب السعودي والمنتخب الماليزي تعطي يعني صورة ولو بسيطة لمستوى المنتخب الأندونيسي، لأن في تقارب كثير حتى في التصنيف العالمي، الماليزيا 164 والمنتخب الأندونيسي 166، فأنا أعتقد أنه الأسلوب متقارب. المنتخب السعودي عنده فرصة كبيرة، ولكن بكل تأكيد يجب عدم الاستهانة ويجب عدم التسرع في المباراة. يعني يجب أنه أنت تعطي هذا الفريق حقه عشان تحصل على 6 نقاط وتحافظ على الصدارة، لأن عندك مباريات مع العراق بعدها وبعدها مباراتين مع العراق بعدين الصين. فنعتقد أن 6 نقاط أهميتها جدا جدا كبيرة بالنسبة للمنتخب السعودي. فالمنتخب الأندونيسي رغم أنه الأضعف في المجموعة ويمكن حظوظه ضعيفة، ولكنه ممكن يعطل واحد من المنتخبات الثلاثة عن يعني المواصلة. جميل. يعني ممكن يكون هو الحاسم في 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 من يتصدر ومن يخطف البطاقة الثانية. جميل. دكتور ابقى معي سأعود لك، لكن خلينا نروح لزكي الصالح مدير المنتخب السعودي الذي فرض إجراءات صارمة بإدارته الحالية على تجاه رجال الإعلام والصحافة ووفق ضوابط يعني نحترمها لا شك وهذا قرارهم، أما لماذا فالجواب لدى زكي نفسه. الحمد لله المعسكر إلى يومنا هذا جيد حسب ما طلب السيد لوبيز كارو من تجهيزات ومن إعداد ملاعب مباراة ودية انضباطية داخل الملعب داخل خارج الملعب في المعسكرات، وفرنا كل ما نستطيع توفيره. يمكن أنا يعني من وجهة نظري يمكن السلبية الوحيدة اللي أنا أشوفها خلال وجودنا هنا يمكن إصابة اللاعب عبد الله السديري أمس، يعني كنا لا هو ولا غيره، يعني أنا أتمنى جميع أفراد البعثة القادمة معنا تعود سليمة، ولكن الحمد لله من خلال الأشعة اللي جريت والتقرير الطبي الأشعة سليمة الحمد لله جيدة، ولكن اللاعب يحتاج إلى راحة لأن الإصابة في إصبع اليد، وبما أنه حارس فحرصا أيضا من الجهاز الفني والإداري والطبي أنها يعني ما نزيد الإصابة تتضاعف للاعب بما أنه يحتاج إلى راحة، ف ولكلة الضعف الإصابة نعجل بعودته للملاعب. قرر الجهاز الفني استدعاء لاعب آخر طبعا اللي هو بيكون الحارس عبد الله معيوف. عندكم إجراءات وقوانين جديدة بخصوص إغلاق المعسكر من الناحية الإعلامية، فما هي أسباب هذا الإغلاق وما هي الأهداف منه؟ يعني أنا ممكن أصحح كلمة إقلاق، هي مش إقلاق، هي ناحية تنظيمية وخطة تنظيمية، وهذا بالعكس إحنا يشرفنا ويسعدنا أن إحنا نتعامل مع جميع الإعلاميين، وإحنا جزء لا يتجزأ من التعاون الإعلامي. التنظيم هذا وجدنا أن إحنا نعمله وبدأنا فيه مش من هذا المعسكر، من معسكرنا اللي في الدمام، ولقد استحسن جميع الإعلاميين وحتى اللاعبين وجدنا عندهم راحة إيجابية. الأهم بالنسبة لنا هو ان احنا نوفر اجواء جيده لدى اللاعب. اللاعبين يعني من خلال ما شفنا ان عندهم بعض ممكن تقول يعني يمكن سوء فهم مع الاعلاميين، يمكن ما فيها التقبل من البعض والبعض الاخر، لذلك انا يعني دوري اوفر للاعلام بمصداقيه وبي يعني كلام يعني بوعود يوميا 2 من اللعيبه يطلعوا للاعلام ويتحدثوا، لو انا اخفقت في 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 وعدي او في كلامي ممكن يقول انت قلت وبعدين رجعت، لكن طالما الى الان احنا ماشيين بهذه الخطه ومن حقك انت وغيرك انه يستمع للاعب ويسال الاسئله التي تخص المنتخب والمرحله اللي فيها المنتخب، فانا ارى ان هذا هو الدور اللي يحتاجه الاعلام. في تاريخ السعودي الأندونيسي كان الأخضر يخرج من الملعب بعد أن يتخم شباك خصمه، الأمر مختلف هذه المرة، ليس لأن الأخضر تأخر بل لأن الأحمر الأندونيسي تقدم للأمام. عبدالله درويش يقرأ في التاريخ. في العام 1980 كانت أولى المواجهات السعودية الإندونيسية، مباراة ودية احتضنتها الرياض، وآخر لقاء جمع المنتخبين كان في 2011 كان وديا أيضا. بين اللقاءين 11 مواجهة،
تنوعت صفتها بين الرسمية والودية. المنتخبان السعودي والإندونيسي تواجها مرتين خلال 1980 على ملعب رعاية الشباب في الرياض. كان حق الضيافة آنذاك 11 هدفا خلال يومين في مواجهتين ودية لصالح الأخضر. اللقاءان الثالث والرابع دخلا ضمن التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس، الذهاب في جاكرتا وانتهى بهدف لهدف، الإياب حسمه الأخضر بثلاثة للا شيء. في 84 الوديات تعود على أرض جاكرتا، السعودية تخسر للمرة الأولى بهدفين لهدف. بعدها بعامين عاد الخصام على أرض الملعب. المناسبة دورة الألعاب الآسيوية 86، الأخضر ينتصر بهدفين نظيفين لماجد عبد الله. ودية جديدة في 96، هذه المرة في الرياض، أربعة هزت الشباك الإندونيسية مقابل هدف وحيد. في تصفيات أمم آسيا 2004 مواجهتا الذهاب والإياب على ملعب جدة، الذهاب خماسية والإياب سداسية، كتب فيها السعوديون الفوز في أكتوبر 2003. علاقة السعوديين مع الإندونيسيين على أرض الملعب تتجدد في مناسبة مختلفة، تصفيات التأهل إلى مونديال 2006، الذهاب في الرياض انتهى بثلاثية نظيفة، وإياب جاكرتا عاد منه الأخضر منتصرا بذات النتيجة مقابل هدف إندونيسي فصلهما 8 أشهر من 2004. في 2007 المنتخب السعودي يخطف 3 نقاط من أراضي إندونيسيا، هدفان لهدف، الثاني كان في الوقت القاتل برأسية سعد الحارثي ضمن كأس آسيا. المواجهة الأخيرة بينهما حضرت في إندونيسيا قبل عامين، ودية استعد من خلالها لاعبو الأخضر لمواجهة تايلاند في التصفيات المونديالية انتهت سلبية. السعودية انتصرت على إندونيسيا في 10 مواجهات وخسرت 1، وحضرت تعادل مرتين. لقاء السبت سيكون اللقاء 14 في تاريخهما. عبد الله الدرويش، العربية. من عبد الله إلى تركي العواد في الرياض. دكتور أهلا بك من جديد. يعني التاريخ كله للسعودية، خسارة وحيدة كانت لها ظروفها أيضا، المنتخب السعودي لم يكن يلعب بصفه الأول فيها، لكن الجغرافيا لصالح الإندونيسيين، والإندونيسيين ما شاء الله يعني بلد كبيرة مليئة بالسكان، فالملعب يمتلئ عن بكرة أبيه. كيف يمكن تأثير هؤلاء على الفريق السعودي اللي هو مهزوز الثقة، يعني الوحدة مهزوز الثقة بدون جمهور؟ هذا صحيح، يعني المنتخب السعودي أو اللاعب السعودي خصوصا بعد الهزات خلال 4 أو 5 سنوات بدأ يفقد الثقة، بدأ يكون يعني لاعب خواف شوي، وهذه حتى شفناها مباراة ماليزيا. بداية المباراة كان المنتخب السعودي أول 5 دقائق كان مرتبك جدا، وكان فيه أخطاء دفاعية كبيرة. فأنا أوافقك أنه الأرض والجمهور بشكل ضغط كبير، حتى المنتخب الأندونيسي بعد المدرب الجديد احتمال، يعني نعرف المدرب الوطني وسحر المدرب الوطني ممكن يكون دفعة كبيرة للمنتخب الأندونيسي، عنده عدد من اللاعبين الجيدين اللي ممكن أنه يخطف هدف مبكر، ارتباك الدفاع السعودي أو أي شيء. يعني إذا مشت المباراة بشكل طبيعي أعتقد المنتخب السعودي يمكن، يعني أنا غير قلق على المنتخب السعودي إذا مشت المباراة بشكل طبيعي. طيب. ولكن إذا كان المنتخب السعودي مرتبك أو مستعجل أو صار فيه يعني طرد أو صار فيه أي شيء من هذا، ممكن تتحول المباراة، لأنه الفريق يلعب على أرضه، أي دفعة معنوية ممكن يتحول إلى خصم شرس طبعا. طيب، شو السيناريو الأفضل للمنتخب السعودي اللي لابد أن يعمله في أمام هذا الهدير المتوقع من جماهير أو من المدرجات؟ وطبعا هو المنتخب السعودي بكل بساطة يجب أن يتعلم مباراة العراق مع أندونيسيا، يجب أن يلعب بهدوء، أن يكون أكثر صبر في التحضير، أن يركز بداية المباراة على امتصاص حماس الفريق المقابل، أن يلعب بشكل، يعني لاحظنا منتخب الأندونيسي عنده كثير من المشاكل. نعم. بالذات في الدفاع يلعب على خط واحد، فهذا المولد عنده فرصة كبيرة للانفراد واللعب بشكل فردي. أتمنى نايف هزاز يلعب المباراة لأنه جيد في الكرات العرضية، منتخب الأندونيسي سيء جدا في الكرات العرضية. العراق كاد العراق يسجل 3 أو 4 أهداف بالراس، حارسه سيء جدا في الكرات العرضية، لذلك أتمنى هزازي بدال يوسف السالم اللي لعب في المباراة الودية.
بكل بساطة أتمنى المنتخب السعودي يلعب بصبر، ما يستعجل في الدفاع، يجب أنه يلعب بحذر شديد جدا، أنه المنتخب السعودي المفتاح فوزه هو الهدوء في بداية المباراة وعدم الاستعجال على التسجيل، واعتقاد المباراة ستكون سهلة، ممكن المنتخب الأندونيسي يسجل هدف أو حتى يهاجم هجمة أو هجمتين ترتفع معنوياته وتصير مباراة صعبة على المنتخب السعودي. فأفضل سيناريو المنتخب السعودي ما يخطئ بداية المباراة ويلعب الكرة السهلة، لأن المنتخب السعودي يتفوق فنيا ويتفوق مهاريا، فإذا مشت المباراة بشكل جيد أعتقد المنتخب السعودي قادر أن يحسمها. نعم، بالتوفيق للأخضر السعودي. فقط ننوه المباراة بتكون الساعة 3 عصر أو بعد ظهيرة يوم السبت بعد غد بتوقيت الرياض، هذا التوقيت للسعودية طبعا. شكرا جزيلا دكتور تركي العواد على هذه القراءة الفنية، هذه الآراء، شكرا دكتور. أمام الأخضر سيكون الحضور الأول لرحمد درماوان الذي تولى أمر القيادة الفنية للمنتخب الأندونيسي. من هو هذا الرجل؟ هو من استلم مهام تدريب المنتخب الأندونيسي بعد الجولة الأولى من تصفية كأس آسيا، ومباراة السبت أمام السعودية ستكون الأولى له كمسؤول الإدارة الفنية لمنتخب بلاده. ما يثير الراحة في قلب الأندونيسي رحماد أنه يملك في حقيبته التدريبية تاريخا يمتد ل15 عاما. مشواره مع المستطيل الأخضر بدأه عام 79 كلاعب خط وسط مع فرق أندونيسية لعبت في دور الدرجة الأولى والثانية. شارك مع المنتخب الرديف لأندونيسيا عام 86 قبل اللعب في صفوف الفريق الأول عام 88، وبعدها بعشرة أعوام بدأ ابن 47 عاما مشواره التدريبي كمساعد مدرب مع فريق بريسيكوتا تانغرانغ، وارتقى في سلمه الوظيفي كمدرب لذات الفريق عام 2001. استلم بعدها بعام منصب مساعد مدرب المنتخب الأندونيسي الأول، وبعد انتهاء المدة عام 2002 ابتعد عن مناصب التدريب مدة 3 سنوات قبل أن يستلم قيادة دفة فريق بريسيبورا جايابورا عام 2005، فاز معه بلقب الدوري الممتاز. الحنين أعاد دارماون إلى تدريب فريقه الأول بريسيكوتا عام 2006 دون إنجازات تذكر، قبل أن يدرب فريق سيروجايا عام 2007، وحصد معه 3 مرات لقب كأس أندونيسيا، وصعد على منصة تتويج الدوري الأندونيسي الممتاز، بالإضافة إلى نيل لقب أفضل مدرب محلي. هذا النجاح مهد الطريق لتولي أول منصب تدريبي له مع المنتخبات بقيادة المنتخب الأندونيسي تحت 23 عاما، وفاز معه بفضية مسابقة كرة القدم في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا. في عام 2012 وقع عقدا مع بليتا جايا الذي لم يستمر معه سوى شهور قليلة قبل أن يستلم مهام تدريب أريما، وعندما جاء نداء الوطن قبل التحدي وسيرمي بأوراقه الفنية أمام الضيف السعودي في جاكرتا. غيلورا بونغ كارنو، غيلورا بونغ كارنو سيحتضن المباراة. ما هو هذا البونغ كارنو؟ خالد تغيثر. غيلورا بونغ كارنو أحد أكبر المدن الرياضية في العالم، تقع في وسط العاصمة الأندونيسية جاكرتا، ويتسع ملعبها الكبير لأكثر من 80,000 متفرج في الوقت الحالي بعد تقليص سعته في عام 2007 والتي كانت تتسع لأكثر من 100,000، وتعود سنة إنشائه إلى 1962. أول مناسبة أقيمت على غيلورا بونغ كارنو كانت دورة الألعاب الآسيوية في أغسطس من عام افتتاحه، بعدها استضاف العديد من المناسبات الكروية المحلية والآسيوية حتى جاء التحدي الأكبر له في عام 2007 عندما شاركت أندونيسيا في احتضان كأس أمم آسيا آنذاك، كما أن نهائي البطولة بين السعودية والعراق أقيم على معشبه، ويعتبر الملعب الرئيسي لكل مباريات منتخب البلاد الأول خلال جميع التصفيات والبطولات الأسيوية. بالتأكيد تم استغلال غيلورا بونغ كارنو للعديد من الحفلات الغنائية الكبرى والمناسبات المتنوعة، واستضاف في أحد أجزائه قبل سنوات حفل زفاف جماعي كبير في مناسبة خيرية. ذكريات عديدة حملتها هذه المنشأة العريقة في مجملها كانت ذكريات سعيدة، عدا بعض الأحداث المؤسفة كحادثة التدافع الشهيرة قبل عامين خلال نهائي كأس جنوب شرق آسيا والتي أودت بحياة شخصين،
بالإضافة إلى العديد من الجرحى. آخر الأحداث المؤسفة كانت خلال مايو من العام الماضي عندما قتل 3 وأصيب 5 بإصابة بليغة بعد شغب نشب بين الجماهير خلال مباراة للدوري المحلي. خالد الدغيثر العربي. هذه وقفتنا الأخيرة نتابع بعدها في المرمى وفي هل قبض على عنزي النصر ضمن مداهمات المفحطين في الرياض؟